بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو جديد تكملة لشرح كورس HTML، والنهاردة هنتكلم عن الكومنتس أو التعليقات. التعليقات ديت أنت هتقابلها في HTML، وبإذن الله لما تيجي تدخل على CSS هتقابل التعليقات، ولو دخلت بعد كده على الجافا سكريبت هتلاقي برضو هتقابل التعليقات، لو دخلت على السي أو السي بلس بلس أو دخلت على البايثون أو دخلت على أي لغة هتلاقي إن موجود فيها التعليقات أو الكومنتس. طيب الكومنتس دي وظيفتها إيه؟ قبل ما نعرف وظيفة الكومنتس تعال نشوف بنكتب التعليقات أو وسم التعليقات إزاي. أول حاجة بنيجي كده وبنفتح علامة أصغر من، وبعد كده بنكتب علامة التعجب، وبعد كده بنضيف 2 داش، هتلاقي على طول قفل لك وسم التعليقات أو الكومنتس بالشكل دوت. هو بيكون عبارة عن علامة أصغر من، وبعد كده علامة التعجب، وبعد كده دبل داش داش داش، وبعد كده بنسيب مسافة، والكلوزنج تاج بيبقى 2 داش داش داش، وبعد كده علامة أكبر من، يبقى بدايته علامة أصغر من، وبعد كده علامة التعجب، وبعد كده داش داش مسافة الكومنتس هنا أو المحتوى هنا، وبعد كده داش داش علامة أكبر من. إحنا بنكتب هنا المحتوى الخاص بالتعليقات أو التعليقات بنكتبها هنا، وليكن مثلا هنكتب كلمة كومنتس، هنكتب كلمة كومنتس أو كومنت بالطريقة ديت. أنا كتبت كلمة كومنت. طيب لو جينا عملنا ريفريش كده للمتصفح هتلاقي ان كلمة كومنت ما ظهرتش داخل المتصفح، لان الوسم او تاج التعليقات دوت ما بيظهرش المحتوى بتاعه داخل المتصفح، ودوت بيكون وظيفته يعني تنويه عن جزء معين من الاكواد في المكان هنا في محرر الاكواد هنا. فانت بتكون عامل بروجكت مثلا كبير يكون فيه اكواد كتيره جدا جدا، فعلشان تنظم الموضوع انت خلصت مثلا البروجكت دوت وخلصت الاكواد ديت وخلصت المشروع دوت وعدى سنه او سنتين وعاوز ترجع تاني على اكواد الموقع دوت، فاكيد انت هتكون نسيت انت كنت عامل ايه بالظبط. فالتعليقات هتكون بتسهل عليك ترتيب الاكواد اجزاء معينه، جزء مثلا كاتب فيه مثلا جزء معين وجزء تاني مقسمه كاتب فيه جزء معين، فانت مرتب افكارك ومرتب الموقع اجزاء جزء جزء، او انت وانت بتكتب مثلا في بروجكت معين شغال عليه وانت بتعمل الموقع دوت انت وتيم معاك فريق عمل بتكتب مثلا كومنت علشان اللي هيجي يشتغل وراك يبقى عارف انت عامل الجزء دوت عامله ليه. فانا مثلا لو جيت عندك بعد التاجه ديت وعملت مثلا تاج مثلا الاتش 1 مثلا كده بالشكل دوت وكتبت مثلا كلمه هلو ايفريوان كده، لو جينا هنا هتلاقي ان ديت هتظهر ولكن الكومنت مش هيظهر. لو جينا كمان على المتصفح وعملنا كليك يمين ودوسنا على انسبكت وبعد كده بصينا على وسم البادي هتلاقي ان داخل الاكواد الخاصة بال HTML ال H1 ظاهر والكومنت ظاهر، ولكن هتلاقي ان دايما تاج الكومنت هتلاقيه واخد لون مختلف، لون رمادي تقريبا او لون يعني لون مختلف عن الاكواد الخاصة في ال HTML التانية زي ال H1 بتلاقيه باللون الاحمر والمحتوى بالاسود والتاجة او كلوزنج تاج بتاعتها باللون الاحمر. فانت عندك بتلاقي داخل الاكواد بيبقى بالشكل دوت، يعني بيقول لك ان دي بتبقى مش ظاهرة. طيب ديت مش ظاهرة بنستخدمها ازاي؟ هديك برضو فكرة اكبر عن طريق مثلا بلوجر، واغلبنا عنده فكرة عن بلوجر. فلو دخلنا مثلا على بلوجر وجينا على المظهر بالشكل دوت على المظهر الخاص بالمدونة مثلا وجيت على تعديل HTML واغلبنا عنده فكرة عن الموضوع دوت، ولو عندكش فكرة اديك بتاخد فكرة، هتلاقي ان اكواد كتير جدا جدا جدا. فلو جيت في اول الاكواد كده هتلاقي ان هنا في المكان دوت اهو جايب لك التاجة الخاصة بالكومنت وعامل لك جوجل تاج، وجايب لك بعد كده المحتوى بتاع الاكواد الخاصة بالجوجل تاج. فهو بيقول لك بينوه لك ان اللي بعد التاجة ديت التعليق دوت هيجي اكواد التاج الجوجل تاج، وعندك هنا جايب لك برضو تاجة تانية لتعليق تاني ديفولت ميتا. الديفولت ميتا جاي بعديها الاكواد الميتا اللي هي الاساسية، وبعد كده هتلاقي الريكايرد، وبعد كده هتلاقي التمبلت سكين. هتلاقي ان وسم او تاج التعليقات هتلاقيه متكرر داخل الاكواد، ودوت بيفيدك جدا جدا وبيفيد اغلب الناس اللي تشتغل داخل محررات الاكواد ان انت تعرف تنظم افكارك وترتبها، ان انت هتلاقي ان انت مثلا كاتب الحاجة ديت وكاتب اكواد كتير مثلا، وليكن مثلا افتراضا يعني عشان الوقت طبعا هنضيف كده مثلا بالطريقه ديت كده هتلاقي اكواد مثلا كتير. لو عندك اكواد كتير الاكواد دي مثلا زي ما انت شايف كده اكواد كتيره جدا، لو افترضنا
ان في اكتر من كده بقى كتير، فانت كاتب ان ديت مثلا اكواد الاتش، ديت الاتش 1 مثلا، كاتب اتش 1، فانت منظم ان ديت اكواد الاتش 1. انا بديك مثال، انا بديك مثال ان انت بتنظم ازاي وبتكتب ايه، او بتكتب مثلا داخل مشروع كبير، مثلا بقول لك لزميلك في التيم اللي انت شغال معاه على بروجكت معين وكده، فبتسيب له تعليق مثلا ان هنا في ايرور، في كذا، في معلومه معينه، في جزء معين انا ما كملتش دوت، انا كملت ده، بتسيب له كومنت باللي انت عاوز تسيبه. طيب لو جينا مثلا ادي كود اتش 1 مثلا كده، لو جيت مثلا وعملت كات كده للكود دوت وضفته هنا بالشكل دوت كده داخل وسم التعليقات وعملت كده وعملت ريفريش كده، هتلاقيه مش ظاهر، خلاص اختفى. يعني احنا لو شلنا ده عشان نبين برضو اهو بالطريقه ديت، هنعمل كده ريفريش تلاقيه ان هو مش ظاهر. لو جينا ضفنا اي تاج داخل الوسم اللي هي التعليقات او الكومنتس هتلاقيها ان هي مش هتظهر. بص اهو كتير، ممكن نضيف كتير، يعني الاف، ممكن نضيف الاف، مش هيظهر خالص اي حاجة داخل وسم التعليقات. فوسم التعليقات دي بتبقى كنوع من التنظيم والترتيب للاكواد عندك، من نوع ان انت لو انت عندك اكواد كتير وعاوز تشتغل على جزء معين من الموقع ومش عاوز اكواد معينة مثلا هنا تظهر، فانت بتخفيها علشان ما تلخبطكش وبتشتغل على الجزء اللي انت شغال عليه وبترجع بعدك، وعشان ما تلخبطش الدنيا وعلشان ما يبقاش في اخطاء في الاكواد اللي انت شلتها دي لما تيجي تضيفها تاني، فانت بتسيبها زي ما هي كده مقفولة بالطريقة ديت. انت بتضيف الوسم ده ازاي؟ زي ما احنا قلنا ان احنا بنضيف كده علامه اصغر منه، وبعد كده علامه التعجب، وبعد كده بنضيف داش داش، وبعد كده بنقفل التاجه. طيب انا دلوقتي اهو لو انا شلت مثلا التاج دوت كده، شلت القفله بتاعته كلوزنج تاج، وجيت مثلا عاوز اضيف بقى بكل بساطه على طول، بعمل كده بظلل كده المكان او الاكواد اللي انا عاوز اعمل لها او ادخلها داخل تاج التعليقات او الكومنت، فبعمل بكل بساطه بدوس على كنترول وبعد كده حرف الظهر، هتلاقي اني اضافوا كلهم داخل وسمة اللي هو الاوبننج تاج والكلوزنج تاج. فانت كده يعني بيكون اسرع معاك، عاوز تضيفها يدوي فانت عارف ان ديت بتبقى بالطريقة زي ما احنا اتفقنا في الاوبننج تاج اللي هي كذا والكلوزنج تاج اللي هي تبقى كذا. احنا ده شرح اليوم علشان ما اكونش طولت عليكم، اتمنى تكونوا طبعا استفدتوا ومكملين في كورس الـ HTML جزئية جزئية علشان نفهم الـ HTML بشكل احترافي وجيد، ومكملين معاكم. اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده، ما تنساش اشترك في القناه وفعل زر الجرس ودوس لايك لو عجبك الفيديو، وشكرا ليكم، مع السلامه.